كلنا بندور على حاجة واحدة بس، إننا نبقى سعداء. بعد تحليل وتفكير وصلت للروشتة السحرية إننا طول ما احنا عايشين لازم يبقى عندنا يقين وأمل إن أحلى حب في حياتنا لسه ما عشناهوش، وأحلى طعم لسه ما دقناهوش، وأحلى مكان برضو ما روحناهوش، وأحلى كلام لسه ما قلناهوش، وأحلى يوم لسه ما عشناهوش. لازم يفضل عندنا أمل ويقين، ونفضل مستنين حاجة حلوة جاية، وهتيجي هتشوف، هتيجي.